السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة سنة 2016-2017، وده امتحان الدور الأول. بسم الله توكلنا على الله. هنبدأ مع أول سؤال اللي هو Choose the correct answer from A, B, C or D. Every citizen has to do his best to help overcome economically. يبقى كل مواطن يجب عليه ان هو يبذل قصارى جهده علشان يساعد في التغلب على ايه بقى اللي خاص بالايكونومي او ايكونوميك، يعني شيء اقتصادي. امبريشن ايحاء ولا ديبريشن اللي هو الكساد، ديفيجن تقسيم، ولا اكسبريشن مصطلح او عباره. طبعا من الواضح ان هي كلمه ديبريشن، يبقى اوفركم ايكونوميك ديبريشن اللي هو الكساد الاقتصادي. ريتايرمنت اللي هو طبعا تروح على سن المعاش. A B يجب ان يكون an unhappy event، حدث غير سعيد. هل need اولا need ما تنفعش، لان احنا محتاجين need to. وغير كده هل تروح على المعاش يجب ان هو يبقى وقت او شيء غير سعيد؟ لا طبعا. ought برضو محتاجة ought to. يبقى بقى ايه ده بشوتين تو مصنف. هل هي فيها الزام ان الواحد لا يجب ان يكون سعيد ولا لا يجب؟ يبقى هنا فيه ايوه هناخد على طول شوتنت، يبقى مفيش مصنت، مفيش اوبليكيشن. يبقى ريتايرمنت اللي هو الخروج على المعاش شوتنت بي، لا يجب ان يكون ان هابي ايفنت، حدث غير سعيد. ندخل على نمبر 3، كومبانيز الشركات اسك بتطلب من مين تو انكلوز ان هم يضعوا سي في، السي فيات بتاعتهم ويز ذير فورمز مع الاي ابلكيشن فورمز، مع تقديم او استمارات التقديم الوظيفه. يبقى بيطلبوا من الابليكانت اللي هم المتقدمين للعمل ان هم يحطوا سي فيات مع الطلب، ولا مانجرز المديرين، ولا امبلويرز اصحاب العمل، ولا انترفيورز الناس اللي هم بيقابلوا ناس ثانيه في التلفزيون مثلا ان هو وليكن صحفي او مذيع. طبعا اجابتنا ابليكانت. نمبر 4، by 2030 على سنة 2030 new well paid jobs، يبقى وظائف مدفوع لها أجر كويس. A available in Egypt، متاحة في مصر. طبعا لاحظتوا ان في by وفي تحديد سنة، يبقى على طول بدون تفكير will و have will be be اللي هو future perfect، will have been available، سوف تكون متاحة في مصر في الوقت ده. ما ينفعش الفيوتشر العادي، ما ينفعش هاد طبعا وبن في الماضي التام، ولا وير بي. هنا نقط studying medicine، دراسة الطب is complicated، معقدة. عايز اقول على الرغم ان دراسة الطب صعبة معقدة، many students العديد من الطلبة are eager، شغوفين جدا نفسهم to join the faculty of medicine، يدخلوا كلية الطب. طبعا في كلمتين لبان على الرغم من despite و although تجارة قلنا كاملة فيها فاعل وفعل ومفعول، في حين despite يجي زي ما انتم عارفين gerund فعل ing او النون. بس هنا في حاجة خادعة، اوعى تاخد هنا despite عشان في studying، ما هو في studying medicine is، ما هو في بعد كده فعله studying medicine بالعكس، ده studying medicine دي نعم. يبقى أنا إجابتي الصحيحة هنا although على الرغم من، despite على الرغم من، however ومع ذلك، because of بسبب، طبعا because of كمان ما تنفعش كمان، وما تنفعش لأن دي بعدها برضو الفعل ing اللي هو gerund أو النوم. يستغي I played a long game of tennis with my brother. يبقى امبارح لعبت ماتش تنس طويل جدا مع اخويا. هنا made me، يعني هو الذي جعلني very tired. يبقى انا بتكلم على اخويا ولا بتكلم على ماتش التنس؟ اكيد طبعا اللي هو الجيم اوف تنس. لذلك مش هقول هو، ما ينفعش اقول هو، ها ولا هو، ما فيش حاجه للملكيه، ها الاجابه بتاعتنا which، وين طبعا متى او عندما. يبقى هنا اجابتنا which. Yesterday I played a long game of tennis with my brother which made me، والذي جعلني، لانه غير عاقل.
In Egypt, the beginning of spring is طبعاً دي سهلة خالص. By trees flowering. يبقى هنا في مصر بداية الربيع بتلاحظ أو بنعرفها by trees flowering لما الزهور تبدأ تطلع على الأشجار. يبقى طبعاً إجابتنا is marked. Remark يعني يأخذ ملحوظة كفعل. Examined يفحص أو يمتحن. Check نفس المعنى تقريباً يفحص. I ready it to people using mobile phones while driving. يبقى أنا فعلاً بعترض على أعارض يعني people على الناس using إن هم يستخدموا mobile phones while driving أثناء القيادة. Object to أوكي طبعاً دي إجابتنا صحيحة لكن refuse ما بيجيش وراها to وممكن لو بيبقى ده to مش هتبقى المعنى ده خالص. I really refuse to people لا طبعاً. Disapprove لا يوافق على hate يكره طبعا ما يجيش بقى to I hate playing I hate eating the factory is in there يبقى المصنع هنا في a of moving انه ينتقل to offices الى مكاتب جديدة in the profession profession يعني وظيفة operation عملية جراحية او عملية ممكن كيميائية process يعني عملية شيء نظري حاجة بتحصل procession بمعنى موكب يبقى طبعا in the process of moving to in عايز اقول ايه everyone has to pay tax نظريا كل واحد يجب ان يدفع الضرائب اللي عليه طبعا بدون تفكير اقول in theory in theory طب لو قلت كلمة theorem theorem ده الاسم من theory اوكي بينما ثيرابي اللي هو العلاج النفسي اوكي ثريت تهديد what is you to change your mind ما الذي سبب ان انت تغير رايك يبقى المسبب هنا اللي هي كوزد بينما ريزون اللي هو سبب يحدث نتيجه حاجه حصلت اوكي يقول لك مثلا why did you go مثلا to the club today because I wanted to play يبقى ده reason صوت هنا لSOGHT الماضي من seek S-E-E-K يريد أو يرغب أو يبحث عن the quote الماضي من catch can you tell me what بحسه طبعا إن في أداة استفهام في النص وكلام indirect يبقى what لازم يجي بعدها النون الفاعل أو البرونون يبقى هستبعد اتنين على طول هستبعد A وهستبعد C هستبعد D ما ينفعش اقول what did اوكي ما ينفعش اقول what do يبقى اجابتي يا اما B يا اما D طب شوف بعد كده what his colleagues think ولا what his colleagues are thought طبعا هستبعد D are thought يعني يعتقد طبعا دي مبني المجهول انا هنا بقول لا محتاج المعنى عادي خالص Can you tell me what his colleagues think? ما أصدقائه يعتقدون about his experiments بخصوص التجارب بتاعته. يبقى أنا أجبت هنا number B. He left his glasses at school yesterday. يبقى هو ترك النظارة بتاعته في المدرسة امبارح. I am hoping كلمة I'm hoping هي مفتاح الحل. I'm hoping هنا بمعنى أنا أتمنى إن someone is found them. يا رب يكون حد لقاهم. هو بشك يبقى بدون تفكير هقول I'm hoping someone might have found him ربما يكون حد لقاهم طب ليه ما قلتش must must دي فيها obligation فيها إلزام تتعارض مع كلمة I'm hoping can't have يبقى أنا أقول أتمنى أن someone can't have found him لا يمكن أن يكون قد وجدهم كمعنى مش هتنفع وcan have برضو المعنى مش هينفع exams are stressful دايما الامتحانات تبقى وقت عصيب في ضغط عصبي so students feel under لذلك الطلبة بيبقوا دايما في الوقت ده تحت ضغط عصبي يبقى اللي هو أولا petition يعني أمل أو رجاء أو طلب reservation اللي هو الحفاظ على حاجة pleasure متعة يبقى كابتي هي pleasure pressure آسف يبقى students feel under pressure دايما بيبقوا تحت الضغط العصبي Classics دي
طبعا هي المواد او اشياء تبدو ان هي جمع لكنها تعامل معاملة في المفرد. يبقى هقول classics is. اولا ما ينفعش classics ومعها am ما تاخدش الا i مظبوط. classics ما هياش are لان دي تعتبر حاجة واحدة. the study هي دراسة ancient Greek and Roman culture دراسة الثقافة الرومانية واليونانية. classics تمشي مع has بس لو جي بعدها be يعني مثلا او ليها معنى تاني classics has an important role مثلا يبقى هنا الحالة دي كانت تبقى مفرد برضه لكن هنا is a study هو عشان في تعريف. I wouldn't like طبعا بدون تفكير I wouldn't like to be given instruction يعني انا ما بحبش حد يديني تعليمات. For what reason لأي سبب does Fritz اللي فيه Fritz نصح راسنتل not to ride انه ما يركبش الحصان بتاعه through the old town alone ما يركبش حصانه في المدينة او الجزء القديم في المدينة لوحده. ليه؟ لأن عارفين ان الجزء ده موالي لديوك مايكل زي ما احنا عارفين. يبقى people of the old town are loyal to Duke Michael يبقى هم هنا موالين ومخلصين لديوك مايكل. لذلك Fred was afraid كان خايف ان they might attack Rassendyll ربما يهجموا على Rassendyll and kill him ويقتلوه. Although Michael knows على الرغم ان مايكل عارف that Rassendyll is not the real king ان Rassendyll ما هوش الملك الاصلي he can't reveal ما يقدرش يقول للناس that to the people ما يقدرش يقول الكلام ده. ليه بقى؟ why؟ لان احنا عارفين لو قال كده معناه انه هيعترف ان هو اللي خطف الملك. because if he revealed that اذا قال للناس he would have to admit كان يعني لازم يعترف ان he had kidnapped ان هو اللي خطف the real king الملك الاصلي. as the people ask him لان الناس لازم يسألوا طب ده مش الملك ما فين الملك؟ okay if that wasn't the real king لو ده مش الملك الاصلي where was the real king فين الملك الأصلي؟ بقى لازم يعترف إنه هو اللي خطف. What changes ما هي التغيرات have happened اللي حصلت لرسندل on acting the role of the king عند تمثيله دور الملك. طبعاً لاحظين he became great at pretending بدأ يبقى ممتاز في التظاهر to the degree لدرجة إن هو he believed he was the real king لأنه بدأ من جواه يعتقد إن هو فعلا الملك ما بقاش خايف and started to make people love the king وحاول يحسن من صوت الملك يخلي الناس تحبه as nobody seemed to know at all that he wasn't the real king لأنه ما حدش كان عارف خالص ولا حتى بيشك إن هو الملك الأصلي لذلك بدأ يبقى خلاص he became good at pretending. Robert makes an evil plan. Robert عمل خطة شريرة to betray Michael عشان يكون فيها Michael. Discuss. طبعا دي مكنسلة اللي هو موضوع Rassendyll تعالى نقتل سابت وفريد والملك الأصلي وديوك مايكل وخليك انت الملك ومجرد اديني فلوس. طبعا الكلام ده في شابتر 7. The techniques employed by science fiction. يبقى الأساليب اللي بيستخدمها science fiction writers كتاب الخيال العلمي are meant to draw the reader يقصد منها ان هي تجذب انتباه القارئ into a world الى عالم where extraordinary events can occur حيث يمكن ان احداث غير طبيعية تحصل and unexpected scenarios وسيناريو غير متوقع draw a striking comparison بيعمل مقارنة يعني كبيرة جدا to event مع أحداث which mirror our everyday واللي بتعكس حاجات بتحصل في حياتنا الحالية أو real life experiences خبرات حياتنا اللي احنا عارفينها. لذلك so good science fiction لذلك أفلام الخيال العلمي الحلوة need to stay within the limits لازم تفضل موجودة في الحدود of what may one day happen في حدود اللي ممكن يحصل في يوم من الأيام. At the same time في نفس الوقت بقى science fiction writers كتاب بتوع الخيال العلمي أو الاحتياجات بتاعتهم to stay away يجب ان هم يبعدوا عن
The genre of fantasy. Genre يعني جوهر أو أساس الخيال. Paint a scenario. لما يجوا يعملوا سيناريو which will never occur. والذي لن يحدث أبدا. الإنسان مش هيقدر يتخيله. Readers of science fiction. القراء بتوع الخيال العلمي expect to be exposed. يجب أنهم يتعرضوا to a world لعالم different from our own. مختلف عن العالم بتاعنا. But in which certain physical rules, لكن لازم يبقى فيه برضو قوانين and laws وقواعد still apply, ما زالت موجودة. In addition, بالإضافة لكده, any plot, أي حبكة اللي هي قصة الفيلم أو قصة الكتاب as part of science fiction novel or story needs to mirror events, لازم برضو تعكس أحداث which are familiar to many of us, لازم تبقى الأحداث دي إحنا عارفينها. Which may include ربما تشتمل على the universal ideas الأفكار العامة مثل مثلا إيه hope الأمل and loss وخسران حاجة association with real life events الترابط مع أحداث حقيقية helps the author بيساعد الكاتب maintain إن هو يحافظ على the suspension إن هو عملية جذب الانتباه of disbelief بتاعت عملية عدم تصديق يعني معقولة الكلام ده ممكن يحصل without which when you build her a science fiction story القصة بتاعت الخيال العلمي دي becomes unrealistic تبقى غير واقعية and in fact وفي الحقيقة تبقى an insult تبقى إهانة to the science fiction community. What do science fiction writers aim at? إيه الهدف بتاعهم لما يكتبوا science fiction? They aim at drawing, طبعا هدفهم انهم drawing the reader's attention to a world where extraordinary things can occur or happen and unexpected scenarios draw a striking comparison to events of our everyday experiences. Give a suitable title, اديني عنوان مناسب للقطعة. طبعا دي تختلف من واحد للتاني لكن انا جبت الفكرة الرئيسية هي the techniques, الأساليب used in the science fiction films. What does the underlined word refer to? كلمة which كانت عايدة على إيه؟ عايدة على the suspension, عملية جذب انتباه of disbelief, إن الإنسان يبقى قاعد كده مش مصدق اللي بيحصل قدامه. According to the passage, طبقا للفقرة, readers of science fiction are liable to the same words as ours, عايشين في نفس العالم اللي احنا عايشين فيه, are subjected, بيتعرضوا to local ideas, أفكار محلية من hope and loss, experience, بياخدوا خبرة, experience a different world, بيشوفوا عالم مختلف from our own, العالم اللي احنا عايشين فيه, while always face applicable rules, دايما بيواجهوا قواعد, قوانين, طبعا experience a different world. The plot in the science fiction story, الحبكة اللي في قصة الخيال العلمي reflects, تعكس familiar events, أحداث حقيقية لنا, blocks, يعني تمنع strange events to us, الأحداث الغريبة بالنسبة لنا, implies an insult, تعمل كإهانة to the society, المجتمع, is always unrealistic, دائما غير واقعي, طبعا إجابتنا reflects familiar events. ندخل على translation. Sports يبقى رياضة. Reinforce تقوي morals الأخلاق and values والقيم vital الضرورية to society. Like honesty مثل الأمانة and teamwork والعمل الجماعي. In teamwork في العمل الجماعي بقى an individual الفرد never says لا يقول أبدا إذا I did so أنا عملت كده وأنا اللي عملت كده. Teamwork العمل الجماعي makes us succeed هو اللي بيخلينا ننجح by focusing بالتركيز على group glory المجد والانتصار بتاع المجموعة يبقى إن الرياضة تقوي الأخلاق والقيم في المجتمع مثل الأمانة والعمل الجماعي ففي العمل الجماعي فإن الفرد لا يقول أبدا أنني فعلت هذا فالعمل الجماعي يجعلنا ننجح في الحياة وذلك بالتركيز على عظمة ومجد المجموعة من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها تطوير التعليم Among
one of the goals that the government seeks to achieve is the development of education. كي تتمتع بالحرية يجب أن تحترم حرية الآخرين. يبقى to enjoy or in order to enjoy your freedom, you have to respect the freedom of others. على الشباب أن يتسلح بالعمل والتكنولوجيا كي يصلوا إلى أهدافهم. Youth have to be equipped with work and technology to be able to reach their goals. يقول كتب الموضوعين, الموضوع عن fast food والثاني عن using public transport. أنا كتبت موضوع بسيط كده خالص عن ال fast food. وال fast food is something most people like, معظم الناس بتحبه. But ولكن يبقى نحجيب العيوب بتاعته. There are a lot of people who prefer to eat in a restaurant food than fast food. The demand, الطلب increased, بيزيد على الموضوع ده for these foods because of its good taste, لأن مذاقها حلو. In addition to being a quick solution, وهي حل سريع جدا, can be relied on, تعتمد عليه to fill the stomach, تملى معدتك. But these meals have a lot of damage, ليها أضرار كثيرة. They cause many health problems, ليها مشاكل صحية كثيرة. And diseases, وأمراض. And we will mention some of the damage caused by fast food to human health, وهنقول بعض الأشياء اللي بتسببها للصحة الإنسانية. It is known, بالمعروف, that fast food is very rich in calories, كثير أو في سعرات حرارية, and contains a lot of unhealthy saturated fat, وفي دهون طبعا لا تحرق, which the body does not consume, الجسم ما بيستهلكهاش as an energy, كطاقة ما بيحولهاش إلى, but stores in the tissue, لذلك بتخزن في الخلايا, which causes an increase in weight, بسبب طبعا زيادة الوزن, and obesity, الشراهة, and increase the chances of cancer, فرص ان الواحد يحصل له سرطان, cardiovascular diseases, امراض قلب, cholesterol and stress, وطبعا ضغط عصبي, as well as disorders, حاجة غريبة او في of the body's enzymes, الانزيمات تختلف. Fast food is served by various types of artificial sweeteners. بتحط معها حاجات طبيعية, artificial نظرية أو حاجات غير طبيعية صناعية. In order to reach the delicious taste, عشان يوصلوا الطعم الرائع and flavor desired by many people, these sweeteners are considered to be the most dangerous substances to human health. حاجات غير طبيعية. Believe it or not, صدق أو لا تصدق. That's subject, but fast foods bring lots of diseases with its presence, like infection of stomach, okay, ulcers, tension, hypertension, increase the chances of Alzheimer's diseases. Fast food doesn't contain any nutrients to the body, but on the contrary, it contains a lot of toxic substances that damage the body's cells and tissues, especially brain cells that need food to remain active and be able to work efficiently. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bye bye.